يا حبيبتي انت طول عمرك قويه. لا يا انجي، انا مش عاجبني اللي انت فيه ده خالص. معلش يا كاميليا، معلش، العيال مجننني. فين الشقه يا مي؟ خلاص يا مامي بعمله اهو جايه. يا حبيبتي انت العيال طول عمرك مجننينك، بس بالطريقه دي عمري ما شفتك مجنونه كده. اهدي شويه بقى. مش بقى اعمل ايه، تعبانه. مين اللي جاي لنا الساعه دي؟ افتحي الباب يا مي. ما تخلي سولي هو اللي يفتح، ما انا بعمل الشاي. سيبي اللي في ايدك وروحي افتحي الباب وبعدين ارجعي كملي. اه يا قلبي مش كده ابدا يا انجي. تعبت تعبت. شاي اهو. مفيش غيري في البيت ده ولا ايه؟ يا قليلة الادب ما ترديش عليا، عشان انا ممكن اسيب لكم البيت وهج. ما خلاص بقى، خلاص بقى تعبتي اعصابي. ساعة واقف على الباب. ايه ده شعبان؟ اهلا يا شعبان، خير؟ ايه ده؟ ايه ده يا شعبان؟ استاذ شعبان امشي انجرن، ده ستك. ستي انا؟ ستي انا انجي. انجي؟ ايه يا ست انجي، مالك؟ الف سلام عليك. انت إيه، عندك صداع ولا ايه؟ ايوه معلش شويه صداع. الف سلام عليك. الله يسلمك. خير يا شعبان؟ ايه الحاجات دي كلها؟ لا دي شويه تموين كده لزوم المعيشه، يعني عشان تشهيصي انت والعيال. انا ما طلبتش اتشهص، قصدي انا ما طلبتش حاجه. وانا هستناكي لما تطلبي. انا خلاص دلوقتي عندي مخ وبفهم، وبعدين انت من غير راجل وانا كل مفهوميه يعني، والجار للجار. كتر خيرك، بس انا مش عايزه حاجه. وانا هستناكي لما تطلبي، ده انا كل نظر. مفيش اتفضل. وانت ما جبتش حقه ليه؟ تصدق يا شعبان انت لا عندك لا دم ولا نظر، واتفضل شيل الحاجات دي واطلع من غير ما ترد. يو يا ست انجي، انت طبعك حامي عليا كده ليه؟ واحده واحده الكلام اخده وعطى. انت ما جبتش كاكا ليه؟ يا ستي كاكا استني بقى دلوقتي، ما انت شايفه. شعبان شايف الباب اللي وراك ده؟ ايه اللي شايفه ده؟ انا اللي مركبه. صح، انت اللي مركبه، ما تخبطش عليه تاني. هتديني المفتاح افتح على طول؟ اطلاقا لا ابدا، اعتبر البيت ده مهجور. مهجور؟ اه. مهجور يبقى نأجره. شعبان انت بتقلش يا شعبان، صح؟ شعبان أمريني لما حاجتك دي ونجر من هنا الساعه دي. انت طبعك حامي كده ليه؟ كلام اخده وعطى يا ست انجي. لا يا سيدي مش عايزه حد يبقشش عليا. يبقشش ايه بس؟ يبقشش ايه يا انجي؟ ده ما كانش كاكا. استني كاكه ايه؟ برهم اسود عليكي. ابقشش ده انت لو طلبتي لبن العصفور اجيبهولك ونعمل بيه رز معمر وناكله سوا 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 سوا. لا يا شعبان، لسه هتجيب لبن العصفور وتعمله رز معمر؟ جيب لها كاكا احسن. لا كاكا صعبه قوي بصراحه، وبعدين كل ده يعني محبه. اشمعنى اشمعنى يا شعبان؟ بقولك محبه، ارفعي دي عشان تسمعيني، محبه. طب انا هقولك على حاجه حلوه قوي، ايه رايك اصبغلك شعري احمر زي كابتن ابراهيم سعيد؟ ها؟ بلاش. ايه رايك ادهن لك جسمي كله ابقى برتقاني زي تامر هجرس؟ بلاش. ايه رايك بقى اطول لك شعري واربطه لك كده بونيتيل زي الفنان امير كراره؟ لا انا عندي فكره احلى يا شعبان. اموريني يا ست الستات. انا ممكن اعمل لك اهيبه حبيبتك واقعد عليك افطسك لحد ما تبقى شبه الكاكا. اهيبه؟ اه. طب استاذن انا الظاهر جيت فاتي مش مناسب. سلام عليك. سلم لي على اهيبه. سلام. على ابو شكلك. كاميليا، كاميليا مالك؟ في ايه؟ هو في رجاله كده؟ في رجاله كده يدخل عليكي ما يجيبش حتى كاكا؟ معلش. ايه الدوشه دي يا سمير؟ انجي بتتخانق مع مين تاني؟ الحمد لله. مشكله الظهر ان شعبان جاب خضار بايظ ما عجبهاش فعصته وراحت ملبسهوله في وشه. عمارة مجانين، الواحد مش عارف يرتاح فيها ساعة واحدة بس. تلاقيش روحي، هطلع اشوف في ايه واجيب لك كل خبر. هتوحشيني. كلام 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 بس، ما باخدش منك غير كلام. يلا سمير بتعمل ايه عندك؟ انجي شكلها كده جالها ضيوف. طب وانت مالك؟ وانا مالي ازاي؟ جارتنا وحالتها منكسره
وجالها ضيوف، مش لازم برضو نطمن عليها؟ يا سلام، من امتى يعني؟ حبيبتي افرض واحد ابن حرام استغل فرصة انها قاعدة لوحدها وهو عارف كده، طلع قتلها وقتل العيال وسرق اللي في التلاجة وكسر العفش وبهدل الدنيا، ذنب الحاجات دي كلها في رقبة مين؟ في رقبة طليقها يا سمورة. لا والجيران كمان. بص يا سمورة بقى، انجي دي قالت ان انت وانا كنا السبب في طلاقها من جوزها، من فضلك بقى سيبها في حالها. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه؟ حد طالع على السلم، يكون هو طالع ياخد حاجته؟ هو مش خد حاجته. وانت مالك انت؟ انا عايز افهم، بتخليك في حالك. بس انا بشوف حاجات اشكال غريبه طالعه، اشكال غريبه، هنود وعرب وامريكان وحاجات غريبه طالعه. ايه ده؟ عامل برج مراقبه ولا ايه يا حبيبي؟ خليك في حالك، فاهم ولا لا؟ ده صيف وموسم. لمعلوماتك بقى، علي أجر الشقة اللي فوق لوحده. المحظوظة، مش كنا نبقى بتقول ايه؟ مع بعضينا. مش هتنامي بقى؟ لا يا حبيبي، مش جاي ننوم. ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ انا بتفرج على ريا وسكينة. انا مش عايز افتح عينيك للحاجات دي. امال لو كنت بتفرج على فيلم احاسيس كنت هتعمل ايه؟ احاسيس؟ سامحها يا رب، طيشة. انا جوزك، جوزك هو رئيس نقابة المتزوجون، ومن حقي ان اقولك تشوف ايه وما تشوفيش ايه، وان شاء الله ما شفت اللي شفتيه. يا سلام يا اخويا، ومن امتى بقى الكلام ده؟ شفت التلفزيون عمل ايه في انجي وعلي؟ يا حلاوة، يعني هو التلفزيون اللي عمل كده في انجي وعلي؟ لولا ماتش الكورة اللي شافوه ما كانش حصل اللي حصل. لا يا حبيبي، لولا الغباء والاستهتار ما كانش ده حصل. انجي شكلها كده تعبان، وشكلها دخلة على اكتئاب. تبقى عبيطة، الست اللي جوزها يطلعها عشان ماتش كورة تعمل حفلة في الاستاد وتزغرط كده وتقول يا سلام، انا بقى اللي هدخل فيه جوان. بس ده حب العمر كله، والعمر مش بعزقة. اللي يبيعنا نبيعه يا سمورتي، بعد كده هي تعرف ان الطلاق معناه انطلاق. الله، انت يا عصفورة شكلك كده عايزة تطلقيني. حسك عينك يا سمورتي تفكر في الموضوع ده. بص بقى يا حبيبي، انا وانت مفيش بيننا لا عيل ولا تيل، وهيبقى كيفي ومزاجي ان انا كده امرمطك في المحاكم. في حد يودي طليقه وحبيبه المحاكم؟ طليقه حبيبه في المحاكم؟ انا يا حبيبي حاول بس تعمل كده، وانا بقى هعمل فيك زي ما ريا عملت في الستات بتوع زمان كده. انت لسه ما شفتيش الجانب الوحش اللي فيا. طب روحي روحي، وانت ايه وانت جايه هاتي لي علبه سجاير معاكي.